صراحة أفضل بكثير طبعاً عن السنوات اللي طافت يعني، وواحد قدر ياخذ راحته، عرفت كيف؟ قبل أنت يعني مثلاً في البيت ومثلاً بدون كمامة، قبل مع كمامة، الحين لا، الحين خلاص بدون كمامة، والإجراءات يعني تباعد الحين شوي خفت يعني. بلاد كتير في العالم، الأجواء دي أنا أول مرة أشوفها، أول مرة في حياتي أشوف أجواء جميلة بالشكل ده، وموقع بشكل رائع فوق ما تتخيل، يعني أنا منبهر جدا أنا أول مرة أدخل المكان ده.